في الشدائد تظهر معادن الرجال، وفي ملحمة شبوة البطولية التي سطرتها قوات ألوية العمالقة الجنوبية لم يتوانى المجلس الانتقالي الجنوبي لحظة في إطلاق مبادرة اللجنة الإغاثية الميدانية لمساعدة جرحى الحرب من أبطال العمالقة، والتي تعمل بدون ملل أو كلل في مستشفيات شبوة ليلا ونهارا بتقديم المواد الغذائية والملابس الشتوية والأدوية والمشاركة بنقل الجرحى وعلاجهم داخل أجسام المستشفيات. قدموا الخدمات الكثيرة، يعني من مأكل من ملبس من يعني كل الخدمات قدموها لأخوانهم الجرحى والمرافقينهم وإلى جانب أطراف أخرى. ويعني نشكر الأبناء محافظة شبوة على تفاعلهم وعلى يعني ما قدموه يعني لأخوانهم قوات العمالقة. قمنا اليوم تدشين اللجنة الفريق الطبي التابع للقيادة المحلية لمجلس الانتقالي بالمحافظة، وذلك ضمن الجهود اللي يقوم بها المجلس الانتقالي بمتابعة الجرحى أول بأول. وقمنا اليوم بهذا اليوم بالتدشين، ولا زال الشباب يعملون في الفريق الإغاثي اليوم الأسبوع تقريبا على التوالي بخدمة الجرحى. في نفس هذه المستشفيات يواصل الفريق الطبي للمجلس الانتقالي القادم من العاصمة عدن مبادرة الإنسانية في معالجة الجرحى ومتابعة أوضاعهم الصحية، فيما لاقت هذه المبادرات شكر وتقدير رجال العمالقة الأبطال. عملنا ليل ونهار في علاج وإجراء العمليات الضرورية للجرحى حسب المستطاع. نحن بصراحة شاكرين لهم جزيل الشكر، وكثير من الجهات تعاونت معنا ومع البعثة وسهلوا لنا مهمتنا. نحن أبطال اللواء الثالث عمالقة، يعني نشكر المجلس الانتقالي الذي بذل لنا في مستشفى عتق من الفريق الطبي والدعم الفني وكل شيء، جزاه الله ألف خير. ونشكر الطاقم الطبي سواء مكون من هنا في عتق ومن محافظة عدن الذي شاركوا نحن في المستشفى. المواطنين في شبوة كانوا إسناد للجرحى من قوات العمالقة والقوات المقاومة، وبعون الله انتصرنا سننتصر بإذن الله. هذه المواقف والمبادرات الإنسانية تؤكد عمق الروابط الأخوية التي تربط أبناء الجنوب كجسد واحد، وترسل رسائل إيجابية على واحدية المصير الجنوبي في مواجهة قوى الطغيان. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة.